اروح على الملف بتاع الجزء اللي فيه ملفات الدرس، واروح على 01A، دبل كليك عليه عشان نفتحها. ده ملف انا مجهزه عشان نبدأ بيه اول درس. انا عملته ازاي؟ لو رحت للصور هلاقي فيه صورة البنت دي. بكل بساطة يعني خدت الصورة دي حطيتها في ملف بتاعي، وبعدين كتبت شوية حاجات بالتكست هوريكم طبعا ازاي دلوقتي. اللي انا عايزه بس ان احنا نعمل كليك على اللير اللي تحت خالص اللي هي فوق صورة البنت. يعني لو رحت عند اللير بانل هلاقي فيه شوية ليرات، انا عامل لها هايد دلوقتي، قدام شوية هنفتحها. واللير الوحيدة اللي فيها تكست او كتابة اللي انا سايبها اللي هي فوق صورة البنت على طول، بعمل عليها كليك. وعشان ابتدي اكتب باي ديفولت انت بتكون غالبا في التول اللي هي ريكتانجلر ماركي تول اللي فوق على الشمال، تاني واحدة من على الشمال. لو عايز تروح على التكست انزل تحت على حرف التي، او دوس عندك في الكيبورد على تي الشورت كات بتاعها تي، او دوس هنا على حرف التي. طالما انت جبت التي هتلاقي فيه علامة كده، حاجة كأنها حرف اي وحواليها مربع، دي معناها ان انت جاهز ان انت تكتب اي تكست. هنعمل كليك على اللير دي تاني، يعني اكد على الجزء ده، هنلاقي مكتوب هنا فوق في الجزء بتاع البروبرتيز بتاعت التول معلومات عن الخط اللي انا مختاره والكتابه اللي انا مستعملها. معلومات زي اسم الفونت اللي انا استخدمته اللي هو سنشري جوثيك بولد. بولد يعني خط عريض، هو عريض زي ما احنا شايفين. من هنا بختار اسم الخط، لو عملت كليك على الجزء ده على السهم اللي هنا هلاقي انواع كتير جدا من الخطوط. هوريكم قدام شويه ازاي نبدل بين الخطوط دي، وازاي اجيب خطوط مش موجوده عندي اصلا في الفوتوشوب من الانترنت وادخلها عندي في الفوتوشوب عشان استخدمها. اعمل كليك تاني عشان تروح القائمه دي. القائمه اللي جنبها الخط بتاعي يبقى ريجولر يعني رفيع، ولا بولد يعني عريض. مثلا لو وانا اعمل كليك على اللير دي، لو دوست على ريجولر بص على الخط اللي انا مستخدمه هتلاقوه بقى ارفع بكتير. لو رحت على نفس الجزء ده ودوست على بولد بقى عريض اعرض شويه من الاول. ده الفونت ستايل. الجزء اللي بعده حجم الفونت، هنا مثلا 40 بي تي. بي تي دي وحده قياس اللي هي البوينت يعني، ودي اتلخبط شويه انا عارف الفرق بينها وبين البكسل. هي البوينت تكون هي نفسها البكسل لو الريزوليوشن بتاع الصوره بتاعتك 72، يعني الريزوليوشن بتاعت معظم شاشات الكمبيوتر. يعني لو رحت على ايمج ورحت على ايمج سايز ريزوليوشن كام، انا عندي هنا الشاشه بتاعتي 1920 × 1080، ففي الريزوليوشن بتاعت 72 البوينت بتكون هي نفسها البكسل. في ممكن انت يكون عندك شاشه اصغر شويه او اكبر شويه، في شاشات ضخمه يعني مثلا 20 بوصه وحاجات زي كده بتبقى فيها 2000 وشويه بكسل، ف 2000 وشويه برضو يعني بتبقى ضخمه، فدي حجم البوينت هتختلف عن البكسل. فيعني عشان ما تلخبطش نفسك، يا اما انت هنا بتعمل حاجه من اتنين، يا اما بتعمل ديزاين للطباعه وهنا ممكن تخلي اليوني بتاعتك بالملي او بالسنتي او عشان تقيس بالظبط حجم الفونت هيطلع كام، او ان انت بتعمل شغل عشان الويب يبقى بوستر يتحط على الانترنت، وهنا ممكن تشتغل بالبكسل وتريح نفسك. تغير ازاي الوحدة القياس؟ ممكن من ان انت تروح على edit وبعدين تروح على preferences، هتلاقي فيه units and ruler، اعمل كليك عليها. هنا بيقول لك اليونتس اللي انت بتستخدمها في القياس ايه، وفي يونتس للمسطره هنا مثلا بالسنتي، وفي يونتس للتايب هنا بالبوينت. لو رحت على بيكسل دوست على بيكسل وقلت له اوكي هتلاقيها اختلفت وبقت بيكسل. اللي يعني 40 دي كانت مكتوب بي تي جنبها، دلوقتي مكتوب 40 بي اكس يعني 40 بيكسل. زي ما قلت ما حصلش اي خلاف، يعني هي نفس هي 40 هي نفسها 40 بي تي هي نفسها 40 بي اكس، لان انا عندي الايمج ريزوليوشن 72 بكسل في البوصه، 72 بكسل في الانش. لو انت مختار ريزوليوشن اعلى من كده ممكن تلاقي السايز ده اختلف، يعني هي كانت 40 بي تي ممكن تلاقيها بقت اقل او ازيد، ممكن تلاقيها مثلا بقت 80 بكسل على حسب الريزوليوشن بتاعت الشاشه بتاعتك والريزوليوشن انت مختارها للدوكيمنت. لو انت يعني متلخبط في الموضوع ده لان هو فعلا يلخبط شويه، فسيبك من كل ده، انت بس حدد قبل ما تبدا شغل انت هتعمل شغل لايه، للطباعه ولا للويب. الطباعه ممكن تخليها بالمليمتر، للويب يبقى خليها بالبكسل وريح نفسك. نرجع تاني للجزء بتاعنا، ده الجزء بتاع حجم الفونت. لو مثلا غيرته خليه بدل 40 بقى 48 هتلاقوا الحجم كبر شويه وهكذا، يعني ممكن اصغر او اكبر منه.
في حاجات تانية يعني، هو الالاينمنت بتاع التكست على اليمين ولا في النص زي كده، ولا ده كده يمين، ده في النص، ده شمال. طبعا الانجليش غالبا بيكون على اليمين، اللي على الشمال العربي على اليمين، واحيانا العكس مش شرط يعني. ممكن انا عايز التكست يجي على اليمين، يجي يمشي مع مثلا دراع البنت دي، فهجيبه على اليمين، مش شرط يعني عشان هو انجليش يعني. في الاخر انا ممكن العب في الفونت زي ما انا عايز، وهنشوف قدام شويه ازاي. خلونا بس نكمل البيزكس. الجزء بتاع الكالر، لون الفونت بتاعي بحدده من هنا، لو عايز اغير ادوس هنا كليك واغير الفونت باي شكل، مثلا ممكن اخليه فاتح كده، هو اوتوماتيك على طول بسرعه بياخد اللون اللي انا بختاره. خليه بني زي ما هو وبعمل اوكي. لو عايز اكتب تكست جديد غير اللي عندي، ممكن اجي في اي حته فاضيه، لتاكل مثلا في الجزء ده. كل اللي هعمله ان انا، تعال بس نعمل زوم شويه. كل اللي هعمله ان انا اعمل كليك. اول ما بعمل كليك بنلاقي ظهرت العلامه اللي بتعمل بلينكينج، بتروح وتيجي دي، وهتلاقي في انكر بوينت زي اللي كانت بتظهر مع البين تول، بس دي مش انكر بوينت، هي بس علامه عشان توضح لي انا هبتدي كتابه منين. النوع ده من الكتابه اسمه بوينت تكست. هنشوف دلوقتي ايه معناه وايه الفرق بينه وبين الانواع التانيه. بعد ما بعمل كليك عشان احدد مكان البدايه، بكتب وليكن مثلا اول واحده كابيتال جون 2016. هلاحظ ان هو هنا عكس، بدل ما يكتب جون الاول بعدين 2016، عكسها لي وكتب من اليمين للشمال. ده باي ديفولت بيجي في الفوتوشوب هنا، يمكن لان احنا مختارين اصلا اللغه في الاول خالص، واحنا بنسطب الفوتوشوب اخترناه بيدعم العربيه. ممكن يكون ده السبب. لو عايز اعدل الحكايه دي سهله جدا، بروح من هنا على باراجراف. لو انت مش لاقي باراجراف فين، روح على ويندو، انزل تحت مترتبه الفابيتيكال وتدوس على باراجراف. خلي بالك باراجراف بس مش باراجراف ستايل. اعمل كليك على باراجراف هيطلع لي دي. هلاقي هنا تحت في الجزء ده لو وقفت عليه رايت تو ليفت باراجراف دايركشن، يعني بيمشي من اليمين للشمال. ده لو انا بكتب عربي. لو انا بكتب انجلش زي ما انا كاتب دلوقتي، عايزها من ليفت تو رايت. بعمل بس كليك على الجزء ده وخلاص، وهو بيتظبط. هتلاقيه بس راح سنه ناحيه الشمال وكلمه جون اختفت. لو عايز ابينها كلها، هتلاقي وانا واقف فوق التكست بتكون على شكل حرف اي. لو بعدت شويه فوق عن التكست هتلاقي ظهر لي علامه الموف تول. دي معناها انا لو عملت كليك وشديت بالشكل ده، هشد الكتابه بتاعت اللي انا شغال عليها وبنقلها في اي مكان، وانا اقدر اعدل واكمل عادي جدا. لو جيت فوقيها هيظهر حرف الاي واقدر اكتب، لو بعدته عنه هيظهر علامة الموف واقدر احرك التكست. اشيل الباراجراف. لو عايز خلاص انا كده لو اكتفيت، ممكن اعمل علامة صح من هنا، لو دوست عليها كنسل والغي اللي انا كتبته، او بدل ما ادوس صح ممكن ادوس على اي تول تانية زي اللي هي الماركي تول واعمل كليك. هتلاحظ بمجرد ما عملت كليك ان خلاص انا كده كتبت الجزء اللي انا عايزه. ولو رحت على اللاير بانل هتلاقوا ان في لاير جديدة ظهرت. هي طبعا اللاير ظهرت بمجرد ما عملت كليك، بس سماها اسمها جون 2016، يعني بيسمي اسم اللاير بتاعت التكست بنفس المحتوى اللي مكتوب جواها. في ملحوظه كمان، ان المواصفات بتاعت التكست اللي اتكتب بيها جون 2016، اللي هي حجم الفونت، لو دوست على تي هنا عشان اجيب المواصفات، اسم الفونت نوعه وشكله والتايل بتاعه وحجمه ولونه، كل الكلام ده خده من اخر لاير انا كنت عامل عليها كليك، اللي هي اللاير اللي قبلها دي، هي مجموعة الكلام اللي فوق. نفس المواصفات دي اللي هي كانت آخر حاجة أنا عملت عليها كليك واستخدمتها، بياخدها ويكررها في الجزء الجديد. لو حابب أعدل على التكست اللي أنا كتبته، ممكن أروح على التكست تول تاني، أعمل عليه كليك وبعدين أجي هنا في الكلمة وأعمل كليك واحدة بس. هو أعمل كليك في أي جزء من الكلمة. لو عايز هنا مثلا أزود سبيس بعمل كليك هنا. لو عملت سكيب هيلغي التعديل اللي عملته ويرجع تاني. في طريقة تانية لتعديل الكلمة، ان انا اجي عند اللير حتى لو انا في اي تول، يعني لو انا في الماركي تول، باجي عند حرف التي اللي في اللير واعمل عليه دبل كليك، بيحولني اوتوماتيك للتكست تول، وكمان يعمل لي هايلايت للكلمه كلها. تاني هنا ممكن اجي في النص واعمل هنا وادوس سبيس، وبعدين عشان ااكد التغيير اللي انا عملته، يا اما بسويتش اي تول تانية او بعمل صح، او ممكن ادوس انتر. بس خلي بالك كويس، مش الانتر اللي هي الأساسية اللي عندك في النص، لا، الإنتر البعيدة اللي في الجزء بتاع الأرقام في الكيبورد. لو دوست كده يبقى خلصت. طيب لو أنا أدوس تاني هنا دبل كليك وأجي أدوس في النص،
لو جيت وغلطت بدل ما ادوس الانتر اللي بعيده، او ما عنديش مثلا بشتغل على اللابتوب والكيبورد بتاعته صغيره، ودوست الانتر اللي في النص، هتعمل لي حاجه اسمها كاركتر ريتيرن، او تنزل لي على السطر اللي تحته. انا طبعا مش عايز كده، فهعمل باك سبيس عشان ارجع تاني. المشكله كمان لو انا عامل عملت دبل كليك هنا، او عشان اعمل هايلايت للكلمه كلها، ودوست انتر، مش بس نزلت لي على السطر اللي بعده، دي كمان الغيت لي الكلمه بتاعتي طالما معمول عليها هايلايت. فهعمل سكيب عشان الغي التعديل ده. الحل البديل عشان احل المشكله دي ان انا استخدم بدل ما ادوس انتر في الكيبورد البعيده، لو عايز استخدم الانتر اللي في النص، ادوس معاها كنترول، كنترول وانتر. هو مثلا لو عايز اعدل دي ادبل كليك على التي، اجي في النص هنا اعمل كليك، نفترض ان عايز اشيل المسافه اللي بين جون و2016، اعمل باك سبيس امسح المسافه. دلوقتي عشان اثبت التعديل ده عندي ثلاث اختيارات او اربعه، اني ادوس على اي تول تانية، او اني ادوس على علامه الصح، او ان ادوس انتر البعيده مع الحروف اللي في الكيبورد البعيده، او ان انا الحل الرابع وهو حل سريع، ان انا ادوس كنترول وانتر اللي في النص. ودي اساسيات تايب تول، ونكمل في الفيديو اللي بعده.